مرحبا بكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ورصد الوضع الإنساني والمعيشي هناك. والبداية من مدينة حلب والتي شهدت اليوم عدة غارات للطائرات الروسية سقط على إثرها 15 قتيلا وعشرات الجرحى، فقد قتل 7 مدنيين وجرح آخرون جراء قصف جوي استهدف حي القاتيرجي شرق المدينة، كما سقط 8 قتلى في حي طريق الباب، وشمل القصف أيضا طريق الكاستيلو الذي يعتبر طريق الإمداد الوحيد لأحياء حلب والتي تخضع لسيطرة المعارضة. وتعرض بلدات كفر حمراء وحريتان وعندان وحيان لقصف عنيف خلف دمارا كبيرا في المباني والممتلكات الخاصة. وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق خرجت مظاهرات في بلدات دومة وسقبة ومصرابة تطالب بتوحد فصائل المعارضة ونبذ الخلافات وإنهاء حالة الانقسام والتي تعيشها فصائل الغوطة العسكرية. يذكر أن الغوطة الشرقية شهدت اقتتالا بين عدد من فصائل المعارضة سقط على إثرها المئات بين قتيل وجريح. عسكر عنا على الجبهات توزعنا والأمني حلو عنا نحن والله ضايعنا والجيش الواحد مطلبنا فريان احنا معاكي الروح بترخص فداكي ما في ثورة بالاكي شو هالهمة العاوية يا أسطورة دار ايام احلى اسمك احلى امسك اليوم خرجنا في الغوطة الشرقية في مجموعة من المدن والبلدات في دوما في حمورية في صخبة وفي غيرها من البلدات. المطلب أصبح واضحا جدا، لدينا مطلبين هامين جدا وفوريين. المطلب الأول الجيش الواحد، وضع تصور ورؤية كاملة. أرسلنا لقادة الفصائل ولبعض الفعاليات لوضع تصور لأسماء أشخاص مهنيين يقومون بوضع التصور الكامل للجيش الواحد، هذا خلال أقل من أسبوع بإذن الله عز وجل. البند الآخر والمطلب الآخر هو بنود الاتفاقية، بنود الخمسة الاتفاقية التي تقضي بمنع تقسيم الغوطة وتحصين الجبهات والدماء والمقرات وإلى آخره وتشكيل المحاكم اللازمة. لابد من الضغط على الفصيلين وعلى لجنة الفعاليات المدنية كي تتحقق هذه المطالب سريعا. الغوطة في خطر عظيم والكل أبات يدرك ذلك منذ أيام الحملة الشرسة جدا على جبهات الغوطة من حوش الفارة وحتى الميدعة. والذي الذي يمنع حصول المهاجرات إلى جبهات هذا الميت ليس حكنا على أحد الميت هذا الصوت اللي ارتفع منذ كل يوم كل يوم قادم مظاهرات بده يحكي عنده أي شيء يتفضل لسان وبطاطي يجمعنا وين روحنا هذا هلا وصلنا من دومة لمسرابة صار في عنا حواجز وبدنا أفضل وين منعنا هذا أكبر عيب وين نفس لازم ما تكون لازم تكون لا لتنظيم سوريا مرغوطة نضغط عليكم أيها القادة أبو عاصم أبو النصر وأبو همام الجيش الواحد ومطلب الأمة تسريع جلوس مع بعضكم البعض لتضعوا ورشات العمل الخاصة بتطبيق بنود الاتفاقية الخمسة ضمن جدول زمني سريع جدا هذا كان عشمنا في 10 أيام أن تطبق بنود الاتفاقية وإذا نحن اليوم أمام أكثر من 40 ربما يوم ولم يطبق من هذه الاتفاقية سوى بين بند واحد وإلا يستبدلوا دخلت قوافل مساعدات أممية برفقة الهلال الأحمر السوري اليوم إلى حي الوعر المحاصر في مدينة حمص. ضمت القافلة 22 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وطبية. يشار إلى أن قوات النظام خرقت الهدنة المتفق عليها في حي الوعر وأعادت إغلاق المعابر إلى الحي قبل 4 أشهر ومنعت دخول وخروج المدنيين. شهدت المدينة على إثره نفادا شبه كامل للبضائع من الأسواق.
الحمد لله دخلت اليوم قافلات بعد 4 أشهر حصار خانق جدا جدا، بس احنا بنطلب انه هاي القافلات ما بكفي الحي ل 15 يوم، نتمنى انه يفتح الطريق بشكل كامل عشان نحن نقدر نشتري المواد اللي بدنا اياها. يعني ما كل هلا دخلت مواد بعد فتره ترد توقف ترد نرجع لنفس الحاله. أخي اللي قافلات اليوم الفاتح هي البحر بتكفينا 15 يوم، يعني أسبوع أسبوعين نحن قادرين نشتري وقادرين نتعامل وقادرين كل شيء. بدنا حل، ما بدنا شيء يفوتنا يكفينا 10 أيام وخمس أيام أسبوعين، بدنا شغلة دائمة تضل بحي البحر. وبعد 3 أعوام على انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، يعمل المجلس المحلي في مدينة زملكة بريف دمشق على مشروع إنارة الطرقات عن طريق أضواء تعمل على البطاريات، حيث يتم شحنها عبر ألواح الطاقة الشمسية أو المولدات الكهربائية في بعض الأحيان. مشروع إنارة في مدينة زملكة هو مشروع إنارة الطرقات من خلال إنارتها عن طريق اللدات بالمدينة. المشروع مقسم لمراحل، المرحلة الأولى إنارة الشارع الرئيسي في المدينة ثم الانتقال للشوارع الفرعية، المرحلة الثالثة هي إنارة الحارات والأماكن السكن الشعبية في المدينة. طلعنا قيمة هيك لحد الآن في ناس لسه ما بتعرف إنه مثلاً بالغوطة الشرقية صار لها من 2012 تقريباً وقطوع الكهرباء النظامية عن كافة بلدات الغوطة الشرقية. فسنتين ثلاثة من الظلام صراحة استدعت يعني القيام بمشروع لإنارة الطرقات، يعني على الأقل ليلاً، يعني بالمرحلة كانت المسائية لحد 12 بالليل. الحمد لله توصلنا إنه عم نشغل حالياً كل الليل. بدك تاخذ لك شيء دعم؟ عند غروب الشمس بشعل هون هيك ليشق الضوء الصبح طفيهم، بروح على حارة حارة بطفي بعملهم صيانة وبركز هون، وبالنهار بشغل المولد ساعتين مشان اشحن البطاريات. في بعض مناطق لسه ما تخدمت فيها، السبب الرئيسي انه ما في عندنا ألواح طاقة شمسية تكفي لشحن البطاريات وتعطي كفايتها. عم يصير في شوية ضعف، وإن شاء الله هالمشروع بتكمل على كل الحارات لأنه تقريبا ثلث زملكة اللي مضي، صفيان الثلث الثاني. قام المجلس المحلي في مدينة كفر الزيتة شمال حماة بالتعاون مع الدفاع المدني بإطلاق مشروع لصيانة وترميم شبكات الصرف الصحي في المدينة، وذلك بعد خروج ما يقرب من 40% من قنوات الصرف عن الخدمة نتيجة تعرضها للقصف من قبل قوات النظام. المجلس المحلي لمدينة كفر زيتة المكتب الخدمي يقوم بترميم شبكة الصرف الصحي من جراء تعرضها للقصف الشديد من قبل النظام، أدى إلى تخريب شبكة الصرف الصحي وتسكير ضمن المجاري عند المواطنين. الدفاع المدني في القطاع الشمالي بالتعاون مع المجلس المحلي يقوم بإصلاح وترميم شبكة الصرف الصحي التي خربها طيران النظام أثناء القصف والعمليات العسكرية. بدأ مجلس محافظة القنيطرة مشروعا لإصلاح المضخات وشبكات المياه بهدف إيصال المياه لمنازل المدنيين، وتقدر تكلفة المشروع ب50,000 دولار شهريا، وسيكون الضخ للمدنيين في الأشهر الثلاثة الأولى بشكل مجاني، فيما سيتم فرض رسوم شهرية رمزية بعد ذلك.
في عندنا كمان نقطة غير هذا اليوم هنا؟ لا. نحن في مديرية مياه في مديرية موارد المائية الحرة في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مجلس محافظة القنيطرة جهزنا مشروع لسقاية المواطنين في محافظة القنيطرة بشكل كامل. هذا المشروع يتضمن إصلاح بعض الشبكات، إصلاح بعض المضخات العاطلة عن العمل، يعني إصلاح الموجود ضمن الإمكانيات المتوفرة. هذا المشروع شهريا يكلف حوالي 50,000 دولار بالتكلفة المبدئية البسيطة. نشكر المحافظ على الخدمة اللي قدم لنا إياها وعلى الشكر ليهم، وإحنا والله بحاجة مية، وإحنا والله الواحد ما له قدرة يعني عطول يشتري مية، إحنا ظروفنا صعبة، تهجرنا ورجعنا ولقينا بيوتنا مقذوفة، والله العظيم عندي بيت أنا صار لي سنة ونص وماني قادر أرجع بيه شيء. طبعا انت راح اليوم الصبح جاي اصلا اقصى الصبح. مجلس محافظة القنيطرة قام بدعم هذا المشروع لتأمين مادة المازوت للمضخات واصلاح المضخات المعطلة واصلاح لبعض الخطوط بالتعاون مع الاستاذ المهندس سالم البخيت مهندس الري في محافظة القنيطرة ومدير المياه في محافظة القنيطرة. بس من برا بس احنا ما بدنا هيك. يلا بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة، نشكركم على المتابعة والتواصل معنا، ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.